أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون وجاء السحرة وجاء السحرة فرعون وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا قال ألقوا قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا فلما جاءهم الحق من عندنا فلما جاءهم الحق من عندنا من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا
أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر 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 إن الله سيبطله 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 ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة
موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات
لن نؤثرك على ما جاءنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون سيقولون لله قل فأنى تسحرون سيقولون لله قل فأنى تسحرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين
قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنما أنت من المسحرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر قالوا هذا
سحر قالوا هذا سحر ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر هذا سحر وإنا به كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هذا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن
منهم لفريقا وإن منهم لفريقا لفريقا وإن منهم لفريقا منهم لفريقا وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يردوكم بعد إيمانكم كافرين إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا
ويريدون أن يفرقوا أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فريقا هدى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون قوم يفرقون 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 قوم يفرقون ولكنهم قوم يفرقون ولكنهم قوم يفرقون قوم يفرقون قوم يفرقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين 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 وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذا فريق منكم بربهم يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرآنا فرقناه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون
يفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين فرقوا دينهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا وما تفرقوا وما تفرقوا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها يفرق كل أمر حكيم 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 أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر بقدرتك، اللهم كما نزل بإذنك فأبطله برحمتك. اللهم أبطل كل الأسحار، اللهم أبطل كل سحر يفرق، اللهم أبطل سحر التفريق، اللهم أبطل سحر تفريق الأزواج، اللهم أبطل سحر التفريق والنفور، اللهم أبطل سحر التفريق والنفور والكراهية. اللهم أبطل كل سحر قديم للتفريق صنعوه. اللهم أبطل كل سحر كبير للتفريق صنعوه. اللهم أبطل سحر التفريق، اللهم أبطل سحر تفريق الأزواج، اللهم أبطل سحر البغضاء والشحناء. اللهم أبطل كل سحر كبير قديم قوي خفي. اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل الأسحار والعقد، اللهم أبطل كل الأسحار والعقد آذت الروح والجسد. اللهم أبطلها بقدرتك يا واحد يا أحد، فأنت الفرد الصمد. اللهم أبطلها بقدرتك. اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر قديم للتفريق صنعوه. اللهم أبطل سحر التفريق والطلاق، اللهم أبطل سحر التفريق والطلاق والكراهية.
اللهم أبطل كل سحر بقدرتك، اللهم أبطل كل سحر أينما كان وكيفما كان. اللهم أنزل رحمة من رحمات من رحماتك على كل سحر فيبطل، على كل سحر فيحرق، وعلى كل خادم سحر فيصعق. اللهم أنزل رحمة من رحماتك وشفاء من عندك، اللهم أنت الشافي وباسمك الشافي. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم أنزل شفاء من عندك، اللهم أنزل شفاء من عندك ورحمة من رحماتك. أنت كتبت على نفسك الرحمة، أنت كتبت على نفسك الرحمة وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن وباسمك الرحيم أن تنزل شفاء من عندك على كل سحر فيبطل، على كل سحر فيبطل، على كل سحر فيحرق، على كل خادم سحر فيحرق ويصعق. اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم اقلب السحر على من سحر، والعقد على من عقد، والحسد على من حسد، والعين على من نظر. اللهم اخرج كل حسد من الأجساد، اللهم أبطل كل حسد تسبب في السحر والعقد، اللهم أبطل كل سحر تم بحسد وغيظ وحقد وكراهية. اللهم أبطل كل الأسحار، اللهم أنزل الشفاء، اللهم حقق الرجاء، اللهم أنزل شفاءك، اللهم أنزل شفاءك وأنزل رحمتك. اللهم اشف أنت الشافي، اللهم اشف باسمك الشافي. اللهم أنت أرحم الراحمين، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، تعلم ما تحت الأرض وما فوقها، وما ما فوق الماء، وما في عمق البحار، وما في أعماق البحار، وما تحمله الأنهار، وما تجري به الأنهار، وما في قعر الآبار. اللهم أبطل كل الأسحار بقدرتك، أسحارا فرقت، أسحارا شتتت. اللهم أبطل أسحارا شتتت، اللهم أبطل كل سحر تشكل على وجه الزوج والزوجة، اللهم أبطل كل سحر تشكل على وجه الزوج والزوجة. اللهم أبطل كل سحر كلما نظر الزوج إليها، كلما نظر الزوج إليها، كلما نظر الزوج إليها مرض. اللهم أبطل كل سحر كلما نظر الزوج إلى زوجته مرض. اللهم أبطل كل سحر كلما نظرت الزوجة إلى زوجها مرضت. اللهم أبطل كل سحر كبير، اللهم أبطل كل سحر كبير، فأنت على كل شيء قدير، فأنت على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نرجوك ونسألك ونتوسل إليك ونرجوك، اللهم إنا نتوسل إليك بك، فأنت ربنا وخالقنا. اللهم أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. اللهم أنزل رحمة من رحماتك على كل الأسحار، على كل الأسحار وعلى كل العقد فتبطل. اللهم أنت تعلم مكانها ومن صنعها ومن يحرسها. اللهم أبطل كل سحر وعقدة، اللهم أبطل كل العقد، اللهم أبطل كل عقدة عقدت على قلب الزوج والزوجة، اللهم أبطل كل عقدة عقدت على قلب الزوج والزوجة، اللهم أبطل كل عقدة عقدت على قلب الزوج والزوجة. اللهم أبطل عقدهما، اللهم أبطل عقدهما، اللهم أبطل عقدهما، اللهم أبطل عقدهما واخسأ شيطانهما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.